واش حنا جايين من مدينه فاس باش نساندوا المنتخب الوطني وديما غنبقاو نساندوه. تنشكر هاد اللاعبين هادو وتنقول هاد الناس اللي ينتقدوا المدرب بعدهم المدرب خليه يخدم شي شويه ما بقاوش حاضينه حيت راه بقوه الهضره تيتلفوا بزاف د الحوايج وشكرا وهادشي ما تنتمناوه. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.